الغزالات ديالك دايما لاباس عليكم، كلشي مزيان، امورك مانيه. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي، فيديو جديد معكم في القناه. نتمنى لا فيديو ديالي ما يعجبكم، لا يعجبكم بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا باللايكات، واللي اول ما غادي يشوف القناه ديالي نتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. ايوا البنات اش كتعاودوا هانيا كي غاديين مع سيدنا رمضان، قولوا لي ما بقى فيه والو، بقى تيصا معنا دابا تبارك الله. ايوا الله يكملوا لينا على خير وبخير يا ربي ان شاء الله. هادشي اللي بقى كاين شي توجات، كاين شي حلويات، كاين شي توجات ديال العيد ولا مازال؟ ايوا يا ربي توصلوا لنا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي. كيف ما كتشوفوا يلا فقت من العز، ضربتها بواحد التدويشه خفيفه كذا باش نفيق كذا وصافي. ايوا دابا ان شاء الله عاد غادي ندخل الكوزينه صوب الفطور. المهم اللي دارتها انتم معايا في هذا لا فيديو، نتمنى لا فيديو ديالي ما يعجبكم، لا يعجبكم بطبيعه الحال ما تخليوش عليا باللايكات. يلا نبداو لا فيديو مبازط ديال جاجا، هيك نبدا المقدمه كيجي. يلا نبداو لا فيديو على بركه الله، خليكم معايا، باي باي. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا هكذا جيت نعقم هكذا الدسي مشماش والخوخ والمزاح، تعقم 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 البنات ولا بد اي حاجه جبناها. وندولا داك شويه جافيل وشويه ديال الخل، انا يدي سادات فيها شويه ديال الخل صافي عقمته. وهنايا شي اشياء خديت ما كدا درت فيهم شويه جافيل صافي عقمتهم، وقايه خاون من العلاج. انا العصا كيف ما كتشوفوا صافي درت فيه ليمونه هكذا قطعتها ومبيلات وواحد نص بنانه والفخيز وشويه ديال خيزو عصا اللي كان كلشي كيصلح. هنايا الضندانه هذا كامل تقريبا ما دارناش الحليب بزاف قليل، اكثريا كنعتمدو على هاد العواصر ديالها كدا الليمون والماء تيجيو هكدا مفيدين ومنعشين. العصير بالماء كيجي احسن من العصير ديال الحليب، العصير ديال الحليب كيتقلى هكدا كيجي مزيان زوينين ومفيدين بزاف. صافي نزيد واحد الفاني السكر البنات، بغيتو تصفر صفر، انا ما كنصفرش لان كنطحنو في الضاربه كاينين لو هذاك شفت الليمون داك الشيء ما كيبقاش حس كيولي الماء هانتوما شفتو. صافي وبالنسبه لهنايا البنات دات واحد البصله هكذا قطعتها صوتها هكذا وشويه ديال المعدنوس صافي شويه ديال الزيت بزاف الملح الخرقوم بالبيض شويه الطحينه صافي. عادي غادي ندير نزيد عليها الكفته وشويه ديال الشامبينيون غادي نعمر بها لي كيش عندهم في الفرن. وهنايا جيت غادي نصاوب واحد الحوته هكذا حوته كبيره درتها نصا تبقى هاد من الاحسن درتها نصا. هنايا بالنسبه للشاموله درت فيها قزبه معدنوس ثومه البزار الملح شويه ديال السكين واخا نعطيو ليك شويه ديال السكينجبير شويه الكمون المهم الشاموله ديال الحوته باينه وصافي عصات على شويه الحامض نزيد عليها شويه الماء انا نعطي عليك اجاب بلا ما طلع صافي. فيما كنبدا معكم البنات لا فيديو كيدوز هاد صحاب القوات المساعده والامن وداكشي في دزاد الوقت هادي دابا كتكون صعبة والله ضعة ونص ديما أنا في كوزينة كنبقى نسمع هاديك واط 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 والله يهز علينا هاد البلاء يا ربي في القائد العاجل ونرجعو لحياتنا عادية ونخرجو كي بغينا وندخلو كي بغينا والله إلا البنات قنطنا 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 ولا وليداتنا عرفتي ولدي أنا مسكينة ربي لي عالم بيه والله القنط من بيت لبيت ومن الكوزينة للبيت والله لا عينا والله يهز علينا هاد الوباء يا ربي. صافي كيف ما كتشوفوا ها هي الشاموله وهنايا الخضره عندي فلفله وبطاطا خيزو واحد البصله بصله انا بغيتو ديرو هادي ما بغيتو تصنعو لا واحد البصله هكذا صافي القاع هكذا داك صافي. هنايا بدا شامله هاد الحوشه وكان يجون
صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا نشامل شويه هاد الخضيره في هاد الشاموله، وغادا تتفاف المول. عندي في هاد المول ديال الزاج يدخل الفرن، وغادي ندير البيطه هي الاولى. هاد عندها مع الفطور، انا هاد الايام وليت كنعتمد هكذا على لي بلاك وداك الفطور. عيينا والله على عيينا، طيب الفطور طيب السحور طيب هادي مع ماما اصلا عيانه مسكينه وهادي. صافي ما داك العشاء تفادينا، ما بقيناش اكثر كنديرو العشاء اللي كنقضيو به وصافي هكذا ديساش لادا شي حاجه مهم خفيفه، ما بقيناش نطيبو هكذا الطاجين ولا هادي. وشي بلا هكذا بغينا كنديرو مع الفطور، صافي لا جانا الجوع بلي ولا بغينا نصحو كناخدو شي ديسير ولا شي فلون ولا شي حاجه صافي كنقضيو به. دابا هاد البلا هادي نديرها مع الفطور، وغادا ندير هادوك لي كيش، وغادا ندير واحد شوية كوفيت الله يجعل البركة. عصا والعصا وكيكة باقا من البارح والله يجعل البركة. الفوشة غادي نحطها الوسط من بعد ما غادي ندير هاد الفليفلة حلقو على صافو هنايا الحامض. صافو هاد الشاملة اللي بقات دابقة من الفوق، شوي واحد الماء غنطب لينا هاد القناة. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد هذيك البصله ما صافي بطات لينا هكذا تشحات مزيان، دات مع قزبامات نصو نعطيه وشويه ديال الزيت. صافي نزيد على هاد شويه ديال الكفته اللي كاين. يمكن لكم اي حاجه هاد الحشوه تعمرون بها، يمكن لكم دو كفته دو دجاج دو طون. انا اليوم درت هاد الكفته كيف ما كتشوفوا، ودات انا زدت واحد شويه ديال الشامبينيون. الشامبينيون اصلا كيجي باسل في المذاق، درتو هكذا معاهم غير باش شويه يدخل مع الطياب. صافو غادي نشحو مع ديك الكفته، وغادي نزيد عليهم واحد شويه ديال زيت الصوجا وشويه ديال الزعتر باش نسمهم. صافو غادي نطفي عليهم البطه. صافي دابا تشحوني ونشفو نطفي عليهم، وانا جيت غادي نعجن واحد شويه ديال المخمه. المهم درت شويه ديال الطحين فوق شويه الفينو شويه ديال الزيت والملح والخميره، وغادي نعجنهم في العجانه هكذا. نمشي نغسل هادوك المعينات، كنخوي كوزينه قبل الفطور. مع ذلك ملي كتقرب المغرب تأذن تبارك الله كوزينه ما نقولكمش عاوشه لي كي كتعمر. والله الا نغسل بيديا وندير في ماكينه الماعن رمضان فيه تما صراحه، هي الماعن الماعن ما كيتقاداوش. ايوا والله عطانا الصبر عطانا الصحيحه، هذا هو الاهم. ويهز علينا ربي هاد الوباء هذا في القريب العاجل يا ربي. صافي انايا غادي نغسل هاد المعينات ونكمل لا فيديو. عشان البنات مخمه باش كندير في هذاك الزيت كيجي صراحه هشيش، وكيجي طب من الوسط وكيجي مفشفش. والله لا حول ولا قوه الا بالله، مع الزيت كيجي زوين، كتجي فيه واحد البنه زوينه كذا باش كيطيب كيجي طب. صافي هنايا هي لاماشين كتعجن. صافي هاديك الحشوه داتها فواحد السلافه باش تبعد، عاد نعمرها بهاديكيش ولا حطاتو خصني نغسلو بطبيعة الحال باش ميتجمعوش عليا الماعن. إوا هادشي اللي كاين. صافي أنا طفات العجينة، صافي دلكات ليا العجينة صراحة جات من داكشي. غا
غادي نقسم هاد العجينه على 3 ديال المخيماج كيف ما كتشوفوا، جوا هكذا 3 مخيماج متوسطين، ما كبار ما صغار. صافي غادي نقوام بحال هكذا وغادي نخليهم يطلقوا شويه وعاد غادي نقاسهم. باهي تسلقا طابش صافي، المهم دات فايشه مشاكه معكم، كتجي صراحه زوينه وخفيفه وكتجي رائعه. هنايا البنات صافي نعمر لي كيش، هيش والله لا هيش بابا اللي معايا بكوزينه تما تمام زين. صافي هنايا ندهنهم بشويه ديال لاموطا، صافي هنايا ندير فوق منهم هذيك الصلصه، سالات لي هذيك الصلصه، نديرها بيضه وشويه ديال الحليب بلا ما ندير الملح، الملح اصلا دايره في الكيش، شويه الابزار ونحركو مزيان. غندير كوفيت هاتشم فوقاش وانا جابده هاد بدا كتشكك. كي جابوني نعمل الحوش باقي دابا عاد نشلو شويه صافي نديرو الشاموله. ماما تلعب صافي سيت لا جابو لينا صافي داتو في كونجيلاتور دابا عاد نغسلو صافي البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا غسلتو قص شويه ديال الضو صافي غسلتو دابا غندير شويه الملح شويه الابزار وغادا نقليه. شوية كبزة شوية كمون
نعصى عليه واحد شويه الحامض، ماما امي تشري حليب حوت زوين هذاك خفت تقول خفت خفت كوفيت كوفيت الكوفيت غالي عليك الكوفيت غالي عليك غني غني صافي البنات هنايا غادي نصطيب واحد شويه زبيده نسموه شوية الزعتر هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان يا هلا بك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صوم وطاعة للرحمن هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان يا هلا بك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صوم وطاعة للرحمن هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن